للحديث عن التوتر في العلاقات التركية اليونانية ومآلاتها بعد تهديد أثينا للطائرات التركية بمنظومة اس 300، معنا من اسطنبول فراس رضوان أوغلو، الكاتب والباحث السياسي التركي. أهلا بك سيد فراس. بداية، لماذا عاد التوتر بالعلاقات التركية اليونانية بعد جولات من المحادثات كانت مهمة بين الطرفين قبل فترة؟ ما مبررات هذه التطورات الأخيرة؟ نعم، يعني كما أوردتم في تقريركم، حقيقة هناك يعني بعض الأمور لنقل الاستفزازية من قبل اليونان، أو من قبل يعني ليس فقط اليونان، اليونان ومن وراءها، لأن ليس هذا أمرا يأتي من اليونان فقط. هناك يعني مصالح أخرى مثل فرنسا، دول تسعى إلى إبقاء الجبهة الشرقية مع تركيا ربما في توتر، وهذا لي أهداف استراتيجية خاصة بها. لكن طبعا هذا متعلق بالحكومة القائمة الآن في اليونان، حكومة أكثر قومية، وهذا ما سبب توترات أكثر من سابق الحكومة السابقة. لكن ما الخطورة التي تشكلها هذه الجزر في بحر إيجا على تركيا؟ لماذا تحشد اليونان قواتها هناك كما تقول أنقرة؟ نعم، يعني وفق اتفاقية باريس يعني مفروض أن لا يوجد على الجزر القريبة تقريبا 33 جزيرة، إن كانت في بحر المتوسط أو البحر إيجا، أن يكون فقط إدارة شرطية فقط يونانية. نعم. لكن بالتسليح هذا يعني ممكن أن ترى تركيا أن هذا نوع من أنواع الحصار العسكري أو زيادة في الحصار العسكري، لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تزيد في قواعدها العسكرية في داخل اليونان، إضافة إلى مسألة الاس 300 كما تفضلتم. الموضوع نعم يعني خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أظن بدأت الأمور حتى تختلف بالنسبة لتركيا أيضا، ولذلك بدأت تفتح ملف مسألة السيادة وليست إدارة. هي كانت توافق على إدارة اليونانية ل 24 جزيرة، الآن أظن سيعاد فتح هذا الملف كلما زادت الأمور سوءا. طبعا سيد فراس، ما احتمالات توجه تركيا إلى مواجهة لانتزاع ملكية هذه الجزر؟ أم أنك تعتقد أن هناك أوراقا بالفعل لدى أنقرة يمكن أن تسحب البساط من تحت اليونان؟ أنا أظن الآن ليست مسألة مواجهة، لا أظن أن تركيا تسعى إلى مواجهة عسكرية، ليس يعني النتائج لن تكون صالح تركيا، ليس من الناحية العسكرية، لكن ما الهدف إذا أرادت أن تخوض عملية عسكرية في هذه الجزر؟ الآن نلاحظ أن القضية هي فتح ملف السيادة، وهذا طبعا يعني سيكون ملفا سياسيا في الدرجة الأولى، وهذا طبعا سيترتب عليه مسألة ما كان تريد اليونان بزيادة العمق المائي لها 12 ميلا، ومسألة أن اليونان تريد أن هذه الجزر هي حدودها المائية، وهذا يعني أن ليس لتركيا سوى يعني أكثرها 3 كيلومترات فقط في بحر إيجا، وهذا مرفوض. يعني هذا أظن نفسه يغير اللعبة القادمة بين الطرفين. طب في سؤال آخر، يعني عند الحديث عن تفاصيل التوتر يتضح أن اليونان هددت الطائرات التركية بمنظومة اس 300. السؤال هنا، كيف يمكن أن تقبل واشنطن وجود هذه المنظومة لدى اليونان وفي المقابل تفرض عقوبات على تركيا لامتلاكها المنظومة الروسية نفسها؟ نعم، وهذا ما أثارته تركيا ويعني وأثاره رئيس أردوغان بأن أنتم رفضتم الاس 400 وهذا موجود عند اليونان، لماذا هذه الازدواجية المائية؟ طبعا هناك قراءة، إذا أردنا أن نكون نخوض أكثر في العمق، اليونان ملتزمة بكثير من الأمور وفق الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع أن تتجاوز كثير، يعني ليس لديها تلك الحرية القائمة كما هي تركيا. تركيا أكثر استقلالية في قراراتها، وهذا ما يقلق إن كان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا علاقتها مع روسيا وزيادتها في هذا الأمر، حتى لو أضفنا إلى ذلك الملف الإيراني. لذلك هنا يعني يعتبر الغرب ربما أن يعني تركيا ممكن تزيد العيار في التكتل السياسي شرقا اكثر من الغرب، وهذا ما لا يريدون، لذلك يضغطون على تركيا. لكن ما مصلحه واشنطن سيد فراس من استمرار هذه التوترات بين اليونان وتركيا؟ هناك من يتحدث عن مخططات امريكيه اكبر احبطتها السلطات التركيه. هي انا اظن بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه تريد اعاده
قراءة المشهد، بأن كانت تركيا كدولة قوية في وجه الاتحاد السوفيتي، الآن لا يوجد اتحاد سوفيتي، يوجد روسيا، وروسيا لديها علاقات أصبحت جيدة وممتازة مع تركيا، فهذا لا يناسبها بشكل جيد. بالنسبة أيضا وهذا يوافق الاتحاد الأوروبي، يعني بعض الدول فيه، خصوصا الآن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن تركيا لديها نفوذ، لديها وجود في روسيا، وهذا يعني أن تركيا تستطيع أن تغير كثير من المعادلة الاستراتيجية تحديدا العسكرية. ولذلك أنا أظن أن تريد واشنطن استباق هذه الأحداث، إضافة إلى ضغط كبير، لأن السلاح الكثير المنضفق عبر ميناء ألكسندر بولي إلى اليونان يبعث بالقلق في الداخل التركي. إلى أي مدى سيد فراس يمكن أن يكون الدور التركي في تهدئة الحرب بأوكرانيا مفتاحا لتهدئة التوتر مع اليونان؟ هل يمكن التعويل على دور أوروبي؟ بالنسبة يعني الحرب الروسية الأوكرانية، أنا أظن أن الدور الأوروبي انتهى، لأنه أصبح طرفا في الصراع، وهذا نجحت به تركيا، لأن بداية الصراع بين الطرفين أو الحرب بين الطرفين أظن كانت يعني نتائج سلبية جدا على تركيا، لكن استطاعت يعني أظن بنجاح أن تقلب هذه العوامل السلبية التي كانت ضدها إلى عوامل إيجابية، بل أكثر من ذلك، يعني أصبحت الآن تركيا يعني تطلع الأنظار لكثير من دول العالم لإيجاد صيغة ما في الحرب الروسية الأوكرانية، وكان النجاح ربما في مسألة الحبوب يعطي انطباعا أو اندفاعا أكثر باتجاه الحلول السياسية. الآن هناك محاولة للتواجد التركي كوساطة في مسألة زاباروجيا الفاعل النووي، مسألة الأسرى بين الطرفين، يعني سيكون دور تركي أظن مهم في هذه الحرب، وربما أرى أن أوروبا ستدعم هذا الموقف التركي طبعا لصالحها في حال تراجعت روسيا عن بعض الشروط أو بعض المناطق في أوكرانيا. الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.